طيب خلنا نجي الآن إلى بعد، طبعا هي مدة قصيرة، أنا ما أدري إيش السبب، يعني حضر لي مثلا سبب، لا من 32 إلى 132 صح؟ أي من الستين إلى 132. نعم، 132. في معركة الزابل الكبيرة. نعم، أنا بتجه إلى الأندلس. الأندلس دخلها، يمكن فر منها عبد الرحمن الداخل، فر لها أو فر لها عفوا، وكاد يعني يكون من ضمن الـ 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 يعني المقتولين والمغتالين من بني أمية تقريبا كلهم في الشرق. كيف دخلها وكيف انتهت؟ إيه، عشان كذا أنا أقول لك بني أمية ورباط الجأش اللي عندهم، يعني شاب. طبعا أنا جيتك عند هشام بن عبد الملك، وكان في وقتهم يؤمنون بالحدثان يعني تنجيم الفلك فكان مسلمة يقول هشام بيطلع واحد من بني أمية بعد ما ينتهي ملكهم في المشرق ويقيم ملكهم في المغرب، يؤمن بالمقولات هذه. فكان يقول علامته فيه هنا علامة في كتفه أو شيء. مات معاوية اللي هو ولد هشام ابن عبد الملك وكان هو الخليفة، فربى عبد الرحمن الداخل، رباه كأي حفيد من أحفاده، رباه على يده، كان هو الخليفة. عبد الملك أو هشام كان له يعني الحالة، يعني يحتاج له سلسلة. سقطت دولة بني أمية وكان عمره 19 سنة. زي ما قلت لك العباسيين قالوا أي أموي اقتلوه، أموي بلغ الحلم اقتلوه. فكان على أحقاد وأنقاض، كان مطارد، كان مع زوجته مع ولده مع أخوه صغير مع بعض حريمة في 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 قرية في الأردن أعتقد. الشاهد أنهم المسودة جيش بني العباس طوقوا فنحاش مع أخوه عمره 13 سنة، اللي هو يقال أنه الوليد وقال عبد العزيز، ولكن الأصح أنه الوليد. أيه، الأغلب أنه الوليد أخوه مع عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن عمره 13 سنة. نعم، يعني لكن تخيل قبل يمكن أيام أن تحكم الأرض، الآن سقطت دولتك وقتل أبناء عمك وأنت مطالب، يعني أنت محطوط 100,000 على رأسك. فنحاش قطع النهر، الجيش ما قطع النهر، وقف قطع السباحة. منحاش بيموت، يا بينجو براسه، لا ملك ولا غيره، بينجو براسه. فنص كان هو يسبح وبعده أخوه يسبح، شوف المشهد الدرامي تخيله في رأسك. يعني كان يقولون ارجع ولك الأمان، قال والله ما ارجع، ارجع ولا ما رجع، ارجع لك الأمان. فرجع أخوه الصغير، أخوه يعني صغير، يعني غلب عليه الكلام وتعب من السباحة، قال لا ترجع لا ترجع، قال برجع، قال بقتلونك، قال أعطى مسلم أمان. رجع قالوا ترجع ولا قتلنا أخوك، فقتل أخوه قدامه في مشهد، يعني تخيله في رأسك. اللي راجع عبد الرحمن مو عبد الرحمن، أخوه الصغير عبد الرحمن داخل ورا النار هنا ورا، والضفة الثانية أخوه قتل قدامه فنحاش. فوضع على رأسه وصابه رمد في عيونه، كان يفتح عيونه وينحاش، الرمد والمرض يجي في عيون، لازم يقعد في منطقة مظلمة، فكان تصب عيونه دم. انحاش إلى أخواله إلى المغرب، فقعد يمكن 5 سنين، ثم راودت نفسه، شوف النفس اللي تملك همة هذه، تعبت في مرادها الأجسام. ثم دخل الأندلس وقام دولة استمرت بعدها 300 سنة، استمرت بعدها إلى دخل تقول خواله في دخل الحالة. طبعا أمه بربرية، بربري نعم، البربر في المغرب، قبيلة نفزه يقال إنهم نفزه. بعد ما قعد هناك، خلنا بمعنى المصطلح الحالي، زبن هناك حتى يوم جاء مصر، أو اللي هو الشمال الأفريقي. نعم، يوم جاء الشمال الأفريقي واليها بغى يقتله، بغى يقتله. نعم، فنحاش، فكان مطارد، كل ما جاء ناس إلا محطوط على رأسه مبلغ. دخل الأندلس ويبدو أنه كان في هناك يعني قبائل عربية معروفة. قبل يدخل الأندلس أرسل إلى مولاه بدر، المولى المشهور في التاريخ، يعرف بمولى عبد الرحمن. وبني أمية يقال بالعباسيين كان يقول سبقونا في 3، صدق الموالي، يقعد معه لين يموت، أمان ولا لين يموت معه. وقصص كثير، والجامع الأموي، والله نسيت الثالثة، ضيعتها الحين ولا أنا حافظها يعني. أرسل قال شوف الوضع في الأندلس، تراودك نفسي، قال تراودني نفسي بالخلاف هناك والحالة، أنت وتطلع في شارع جابوا راسك يذبحوك. صح، فشوف الهمة. دخل الأندلس وكان مليانة من النزاعات القبلية، يعني يا لقيس يا ليمن، قيسية واليمنية كانت موجودة. ورغم أنه يعني كان هو من مضر من قريش، إلا أنه وقف مع اليمنية، استغل صالحة، وكان حازم، وكان شاعر،
هذا من الأشياء القديمة اللي ما توجد الآن وقتنا. من أول كان وجود الشاعر والحاكم والفقيه والحازم في موقف تقول هذا جبار عنيد إنه قتل ولد أخوه عبد الرحمن الداخل، قتل ولد أخوه لأنه كاد يعني يقلب عليه، يبغى ينقلب فقتل ولد أخوه. كان أنا من حاشم الناس يعني أهل الملك، كان حازم جدا عبد الرحمن الداخل. يا أخي عبد الرحمن الداخل هذا كلام آخر.